السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد معايا في القناة. كنتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم بغيت نقدم لكم فخيضات ديال الدجاج مدغمرين في الطاجين على الطريقة المغربية مع الكبدة والقنصة. كيجيو لذاذين بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله في التوابل. هنا عندي نص معلقة صغيرة ديال الملحة، الملحة ما كنكترش حيت الدجاج كنكون غسلته بالملحة، وفي نفس الوقت كندير الحامض مصير وكندير الزيتون، حتى هما كيكونوا مالحين، يعني الملحه كنديرها ناقصه باش كتجيني هي هذيك مقاده في المذاقات. عندي نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال القزبر المطحون، معلقه صغيره عامره ديال العطريه ديال الدجاج، الراس ديال معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير. عندي هنايا جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، وعندي معلقه كبيره ديال المعدنوس. انا ما كنديرش قزبر، كندير غير المعدنوس فقط. كنزيد عليهم القياس ديال معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ونص كاس صغير ديال الماء. كنخلط المقادير كاملين هكايا حتى كيتشرملوا ليا هاد الفخيضات. يعني الفخيضات ديالي هنا شرمتهم، دابا كنحطيهم في الانيموتير وكنخليهم كيرتاحوا مده ساعه في الثلاجه. كنخليهم ساعه باش كيتشربوا الشرميله اللي كندير ليهم. هنايا خديت 4 ديال الكبيدات و 4 ديال القنصات، كتبقى الكميه اختياريه. كنزيد لهم معلقه صغيره ديال الملح والخل ديال الحامض. كندير لهم الخل ديال الحامض او نقدروا نديروا لهم الحامض، وكنديروا عليهم الماء وكنديروهم كيتسلقوا شويه باش كتحيد لينا هذيك الزفوره ديالهم. باش ديك الزفوره كتحيد كنسلقوهم بالملح والحامض، او حتى ما توفرش الحامض كنديروا الخل ديال الحامض او الخل العادي. دابا غادي نديرهم يتسلقوا فوق البوطه ونرجع لكم. هنا كيف كتشوفوا انا شعلت على الطاجين ديالي سخن، كندير فيه شويه ديال زيت الزيتون. عندي هنايا بصله كبيره مقطعها رقيقه هكا، هنايا عندي هذوك الكبدات والقنصات اللي كنت سلقت معكم بالملح والخل، حتى هما كنخويهم فوق البصله. يعني كيف قلت لكم راني كنسلقهم في الماء والخل والملح، او الماء والملح والحامض، باش كتحيد منهم هذيك الزفوريه ديالهم. يعني هذوك الفخيضات اللي شرمت معكم معايا خليتهم في الثلاجه كنقادهم. هنايا الكميه ديال الدجاج كتبقى اختياريه على حسب عدد افراد الاسره. هنايا هذيك الشرميله اللي كتشف كنولي كنخويها هنايا من الفوق. هنا كيف كتشوفوا الطاجين هنا نصبتو كيف تنقولوا. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يتشحر لي هذيك البصله يطلق فيها هذيك العطريه ديال الدجاج، ونرجع لكم. ودائما كنخلي الطاجين على عافيه مهيله. هنا كيف كتشوفوا ها هي هذيك البصله طلقات ليا الماء ديالها. هنا الا لاحظتوا راني في الطاجين ما درتش كاع فيه الماء نهائيا، غير ديك البصله والدجاج كيطلق ليا الماء ديالهم. دابا كنبقى غير بشويه هكا كنحركو باش ما كيلصقش، وكنغطي عليه كنخليه حتى كيطيب. وهاد البصله كتعقد ليا، كطيب مزيان وكتذوب كتعقد. ونرجع ليكم. هنا كيف كتشوفوا الطاجين ديالي ها هو كيتقلى. دابا كنبقى كنحرك هاد الفخيضات هادو، كنبقى كنحركهم شويه باش ما يلصقوليش من تحت، وكنغطيه وكنخليه يكمل الطياب ديالو. هنايا الطاجين ديالي فاش كيقرب يطيب كنزيدو الزيتون. هنايا الزيتون كناخد داك الزيتون لي كيتباع هكايا بالعظم، وكنديرو في الما كيغلى واحد الخمسة ديال الدقايق باش كتحيد منو ديك الملوخة. كنديرو هكايا كنصفو في الطاجين وكنغطيه واحد شوية يكمل فيه.
الطهي ديالي كيف كتشوفوا هو طاب، انا كنعريه باش كيزيد كيتقلى شويه باش كتزيد التغمر هذيك الريحه ديالو. كناخذ هنايا طريفات ديال الحامض، ديال الحامض المسير، وكنحطهم هنايا كنبقى كنزوق بهم الطاجين ديالي. الطاجين ديالي كيف كتشوفوا ها هو طاب كيف قلت لكم، انا راني زينته بالحامض. هنايا سكيت لي فخيت، هنايا لي فخيت انا فاش كنقطعهم كنغسلهم مزيان، كنقيهم كنقطعهم كنغسلهم مزيان، كنغسلهم حتى 3 أو 4 ديال المرات حتى كيولي الماء ديالو كيهبط منهم صافي، ما كيبقاش يهبط منهم الماء ديالت. عاد ديك الساعات كنبدا كنقليهم كنصفيهم مزيان وكنبدا كنقليهم. هنايا الطاجين ديالي كيف كتشوف هو كيتقلى، غادي نزيدو نخليه يتقلى واحد شويه ونرجع لكم. الطاجين بعد ما وجد انا طفيت عليه، هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. المريقه ديالو كيف كتبان لكم هي كتجي خاسره مدمره. هاد الطاجين كيفكرنا بايام الطفوله، كاع الوليدات الصغار كيحماقوا عليه وحتى الكبار كلشي كيبغي الطاجين ديال الدجاج بطاطا مقليه والزيتون، طاجين مغربي تقليدي. هادي الطريقه باش كيجي كيجي لذيذ بهاد التوميله هادي، بهاد الطريقه اللي درت كيجي لذيذ بزاف. وما نشكر لكمش، ما عليكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار. ولا عجبكم الفيديو كنتمنى انه يكون عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله.